أيها الأخوة الأبناء المواطنين والمواطنات إنني قد شاء الله أن نحمي الأمان العظمى أتوجه إليه سبحانه مبتهلاً يمدني بعونه وتوفيقه وسنرينا الحق حقاً ونلزم اتباعه ونرينا الباطل باطلاً ونلزم اجتنابه وسنظل بحول الله وقوته متمسكين بالنهج القويم اللي صارت عليه هذه الدولة منذ تأسيس عهد الملك عبد العزيز رحمه الله بالدعاء والابتهال إلى الله أن يوفقه لما فيه خير شعبه وأمن الوطن والامة بدأ الملك سلمان عهد العزم والحزم إنجازات جديدة بدأت وكأنها في سباق مع الزمن بصورة وخطوات لم تشهدها المملكة من قبل فمنذ اليوم الأول لتولي الملك سلمان جاءت القرارات الملكيه لتؤكد على هيكليه متجدده هدفها وغايتها التطوير والتحديث وبلوره القرارات الى واقع ملموس حيث اجرى خادم الحرمين الشريفين تعديلات كبيره في المكون الاداري للدوله لتخليصه من البيروقراطيه ومنحه مرونه في التعاطي مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم قرارات ملكيه ارست دعائم المملكه الجديده بتدشين عصر حكم احفاد الملك المؤسس طيب الله ثراه فكان اختيار الامير محمد بن نايف كوليا للعهد بدلا من الامير مجرم بن عبد العزيز الذي طلب اعفائه من هذا المنصب واختيار الامير محمد بن سلمان وليا لولي العهد وهو ما أكد رؤية الملك سلمان لمستقبل المملكة وأمنها واستقرارها سياسة الأبواب المفتوحة أمام الجميع ومد جسور الصداقة للثقافة والمثقفين ملمح مهم من ملامح عهد الملك سلمان منطلقنا واحد الحمد لله شعب ودولة وأحب أقول كما إخوانا تحمل المسؤولية الآن ولعهد معي وأبنائنا تحمل المسؤولية أن رحم الله من أهدى إلي عيوبي تكتبون في الإعلام كل يكتب من يكتب لكن أي شيء شو له أهمية أخرى أنا وسهلا التلفون مفتوح الإذن مفتوحة المجالس مفتوحة على صعيد السياسة الخارجية تحولت الرياض الى ملتقى عالمي استقبل خلاله الملك سلمان عددا كبيرا من رؤساء الدول والوفود الاجنبيه ومن النتائج التي تمخضت عن هذه اللقاءات توحيد الجهود العربيه والعالميه ضد الاحداث الجاريه في المنطقه العربيه واليمن على وجه الخصوص. معادلة متوازنة أرساها خادم الحرمين في الجمع بين ما تحقق داخليا من مسيرة البناء والعطاء ورسم ملامح مستقبل زاهر وتعزيز مكانة المملكة عربيا واقليميا وعالميا والذود عن مصالح الأمتين العربية والإسلامية انطلاقا من ثوابت هذا الوطن. ربما فتره عام لا تعني شيئا في عمر الشعوب لكن عهد الملك سلمان اثبت ان اليوم فاعلا في حياه الامم اذا كانت قرارات القياده ناجزه